هاي دير ستودنتس نايس تو ميت يو اعزائي طلبه الصف الثالث المتوسط نحييكم في درس جديد من دروس اللغه الانجليزيه. Open your students book on page 53. Unit 5 lesson 9 round up. مراجعه حول المواضيع اللي اخذناها باليونت 5. كل المواضيع. In this unit you have practiced. في هذا اليونت انت قد تدربت the following things على الأشياء التالية. طبعا الأشياء اللي أخذناها باليونت الخامس هي past simple الماضي البسيط. يعني أخذنا كل حالات الماضي البسيط وهنا أمثلة طبعا على حالات الماضي البسيط من ناحية الجملة المثبتة والجملة المنفية وحالة السؤال. The past continuous الماضي المستمر for background the narrative's affirmative. ايضا اخذنا الباست كونتينيوس الماضي المستمر من ناحيه الجمله المثبته ومن ناحيه الجمله المنفيه. ما اتطرق لحاله السؤال لكن احنا حتى شرحنا حاله السؤال. وعلى الطالب يراجع المواضيع في اليونت. ايضا اتطرق الى سبجكت اند اوبجكت برونونس على سبجكت اند اوبجكت برونونس ضمائر الفاعل والمفعول به في الجمله. يعني المفروض ضمائر الفاعل معروف عن فاعل هي تبدي هي من يقوم بالفعل وهي ضمائر محددة أخذناها في جدول معين مثلا شي هذا ضمير فاعل وهنا هير ضمير مفعول به إلى آخره. ممكن الطالب أيضا راجعها. Future simple المستقبل البسيط باستخدام والسوف أيضا أخذناه من ناحية الإثبات والنفي والأول نوت للنفي وتكوين السؤال الكون إن تكون أول بالبداية زائدا السبجكت وبعدين الفيرب المجرد والنوب التكملة وعلامة الاستفهام. Questions in the future simple أيضا حالة السؤال اللي تطرقنا عنها يعني حالة السؤال في زمن المستقبل بسيطة. هنا حالة السؤال yes no question تكون الول بالبداية زائدا السبجكت زائدا الفعل وإلى آخره الجملة. لكن سؤال الـ WH تكون أداة الـ WH بالبداية وبعدين ول والنوب الفاعل النوب بعدين الفعل وتكملة الجملة. most استخدام الموست و some and few ذني من أدوات الكمية. when the discussion أو discussion opinions عندما نناقش الآراء فهنا استخدمنا مصطلحات الكمية اللي هي most some and few. أيضا في الموضوع السابع أخذنا استخدام الذي في بداية بعض الدول يعني الدول اللي مختصرة تكون أسماءها مختصرة يعني مثل الـ UK الإمارات المتحدة United Kingdom و سوري المملكة البريطانية المتحدة United Kingdom و UAE الإمارات المتحدة فناخذ ذا قدام تكون يستخدم معها دائما ذا بالحرف السمول الصغير. ايضا اخذنا توكت اباوت تحدثنا حول الفوتبول سكورز حول اهداف التسجيل الفوتبول واندرستود ذا ديفرنت سيكشنز فهم مختلف الاقسام اوف نيوز بيبر للصحف يوزد التايم تيبل. وايضا تعلمنا استخدام جدول دروس وكاريد اوت سيرفي وكذلك استخدام الاستطلاع. الان هسه راح نروح لقراءه ننتقل الى تمارين الاكتيفيتي بوك طبعا النشاط وراح نستعين او ضمن النشاط قراءه للمحادثه رقم 24 في نهايه الكتاب لان عليها تمارين بكتاب الاكتيفيتي. A presenter, listen to the two conversations. استمع للمحادثتين. خالد is talked to فهد. خالد يتحدث إلى فهد. I found you yesterday. أنا اتصلت بك يوم أمس in the evening. في المساء فهد. Where were you? أين كنت؟ واو حسنا فهد يرد عليه. I was in at 6 and أنا كنت في حوالي 6. I was watching television. أنا كنت أشاهد التلفزيون. Well, حسنا. I was in at 6. I was watching television. That's about ذلك حوالي when I found
عندما كنت اتصلت. Why didn't you answer؟ لماذا لم تجب؟ فهد رد عليه. Maybe قد أكون I didn't hear، لم أسمع. خالد I was watching the news، أنا كنت أشاهد الأخبار. It was very interesting، إنها كانت جدا ممتعة. Last night، في الليلة الماضية. خالد Oh نعم I missed the news، أنا افتقدت الأخبار. It starts، إنها تبدأ at 6 في الساعة السادسة. Doesn't it، أليس كذلك؟ Was there anything، هل كان هنالك أي شيء؟ on موجود after that، بعد ذلك. Yes there was، نعم كان هنالك. A good program، برنامج جيد. The pyramids of Giza، pyramids of Giza، أهرامات الجيزة. I think، أنا أعتقد. So you stayed and نعم لذلك نحن أقمنا. And watched بقينا أو شاهدنا ذلك. No I didn't even finish، لا أنا لم أنتهي. Watching the news، مشاهدة أخبار. Jabber came round، جابر أتى. And we went، ونحن ذهبنا. To the park، إلى المتنزه. To meet some friends، لمقابلة بعض الأصدقاء. Why didn't you phone me، لماذا لم تتصل بي؟ Could have come to، قد نأتي سوية. هنا المحادثة الثانية. نور is talking to مريم، نور تتحدث إلى مريم. نور هاي مريم، مرحبا يا مريم. I didn't see you، أنا لم أشاهدك. Last night، الليلة الماضية. Where were you، أين كنت؟ مريم ترد عليها. Oh I wanted to stay، أنا أردت أن أبقى، في البيت. I was tired، أنا كنت متعب. Last night، في الليلة الماضية. نور yes نعم. You were up، أنت كنت up late، متأخرة. The night before، في الليلة السابقة. Doing that، فعلت ذلك. Homework، الواجب البيتي. Weren't you، أليس كذلك؟ مريم ردت عليها. That's right، نعم هذا صحيح. And there was، وكان هذا. A good program، برنامج جيد. On at 6، في الساعة السادسة. 30 documentary، at 6:30، في الساعة السادسة وثلاثين دقيقة. documentary، يعني وثائقي. what was that، ماذا كان ذلك؟ it was called، كان يسمى. the pyramids of Giza، أهرامات الجيزة. it was very interesting، إنه كان جدا ممتع. it was very interesting. I like programs، أنا أحب البرامج. about history، حول التاريخ. and Egypt، ومصر. is an amazing place، ومصر هي بلد رائع. did you watch the next program، هل شاهدت البرنامج التالي؟ the man، الرجال. no I didn't، لا لم أفعل. I even finish، وحتى أن انتهى. what I was watching، ماذا أنا أشاهد. آمنة come round، أتت. at 7، الساعة السابعة. and we went، وذهبنا. to my cousin's house، إلى بيت عمتي. what about you، ماذا حولك؟ بيت عمتي أو قاربي، ماذا حولك؟ I was just saying، أنا قلت فقط. I watching the film، أنا watched the film، أنا شاهدت الفيلم. that came next، الذي أتى بعدها. It was called، كان يسمى. the man from Australia، رجل من أستراليا. oh yes نعم. عائشة سئل، قالت عائشة. it was، وكان. really good، حقا جيدا. no أبدا. I didn't like، أنا لم أحب. didn't like، لم أحبه. it was really long، إنه حقا طويل. it started at 7، إنه بدأ في الساعة 7:30، في الساعة 7:30. and went on until 10:30، وبقى حتى الساعة 10:30 أو النصف. نرد عليه. so what did you do، ماذا فعلت؟ oh I finished watching it، أنا انهيت المشاهدة. it didn't have anything else، إنه لم يكن لدي أي شيء آخر. to do، لأفعله. I was feeling tired، أنا شعرت بالتعب. last night، الليلة الماضية. as well، كذلك.
ننتقل الى تمارين الاكتيفيتي بوك اكسرسايز اي بيج 71 صفحه 71. listen to the the conversation. استمع للمحادثتين اللي قبل شوي قريناهن. خالد is talking. خالد تتحدث to فهد. الى فهد. and نور ونور is talking to مريم. تتحدث الى مريم. fill in the information. املا المعلومات in the table في الجدول. طبعا هاي المعلومات حول هنا فهد ونور ومريم اللي اشتركوا بالمحادثة. هنا يسأل السؤال the TV program he she watched. البرنامج الذي شاهده فهد ينكتب هنا، والبرنامج اللي شاهدته نور ينكتب هنا، والبرنامج اللي شاهدته مريم ينكتب هنا، طبعا حسب المحادثة اللي قرناها. When it started، متى بدأ، وقت بداية البرنامج اللي شاف فهد، ووقت بداية البرنامج اللي شافته نور، ووقت بداية البرنامج اللي شافته مريم هنا يكتب. Did he أو she finished it أو watched it، هل هو أو هي شاهدته؟ أيضا هنا الجواب إذا يس هنا ينكتب أو نو، لا فهد ولا نور أيضا لو يس لو نو، ومريم أيضا لو يس لو نو. What did she أو he أو she do next، ماذا فعلت بعدها؟ فهد سوى بعد ما شاهد البرنامج، ونور سوت بعد ما شاهد، وكذلك مريم. فراح يكون الحل بالشكل التالي. هنا طبعا المعلومات راح تملى بصورة أفقية، هي يعني مثلا هنا فهد فوق صاير، والمعلومات هنا جوا حسب فراغات، حسب الفراغات الموجودة المربعات. هنا المعلومات كلها تثبت جوا فهد مثل ما في الجدول، لكن احنا كتبنا بصورة أفقية اختصار للمساحة. فهد الفراغ الأول يقول the news و 6 o'clock و no went to the park with Jabir and some friends. هاي المعلومات كلها تثبت جوا فهد، وطبعا حسب كل مربع هنا يعني خط مائل. نور the man from Australia، رجل من أستراليا، وقتها أيضا الناس 7:30 وكلمة yes و nothing بالمربع الأخير. مريم the pyramids of Giza، تكتب المربع الأول، ناوغت 6:30 ونو أيضا هذا لهم كان محدد. went to her cousin's house، ذهبت إلى بيت أقاربها. with إيمان، مع إيمان. عندنا exercise B the words in the box، الكلمات في البوكس هنا في المربع في الصندوق. are all types، كل الأنواع of television programs، كل انواع برامج التلفزيون. match them، ازاوجها to the definitions مع التعريف. طبعا هنا هذا التمرين يحفظ، التمرين جدا مهم. هنا التعريف موجود عندنا، فما علينا الا نزوج التعريف مع الكلمه، احدى الكلمات الموجوده بالصندوق هنا. وهذا طبعا مثل ما قلنا التمرين يحفظ. فيكون حل التمرين بالشكل التالي: it tells a funny story، انه يقول قصه مضحكه، نسميه كوميدي، يعني كوميديا. information about معلومات حول الشمس، sun rain والمطر، and temperature ودرجة الحرارة، weather طقس. 3 question سؤال and answer، سؤال وجواب program، برنامج السؤال وجواب نسميه quiz show، مسابقة على الهواء أو مسابقة ثقافية. A conversation محادثة between famous people، محادثة بين famous people، بين ناس مشهورين، يسمى talk show، برنامج حواري. 5 it gives information، تعطي معلومات about one subject، حول موضوع واحد. documentary وثائقي، يعطي يعني هذا يعطي معلومات عن نوع واحد. التمرين التالي exercise C these are all words، هذه كل الكلمات connected مرتبطة with sport مع الرياضة. match the nouns، زاوج الأسماء in the box التي في البوكس في الصندوق، with the verbs مع الأفعال. وطبعا هذا أيضا التمرين يحفظ، يعني يعني كل كلمة هنا نزاوجها مع الرياضة اللي تناسبها، فراح يكون حل التمرين بالشكل التالي. Number one score goal، داخل goal تسجيل هدف. two win medal، فوز بالميدالية. three play يلعب تنس، يلعب تنس. four run race سباق الركض. و do gymnastics يعمل gymnastic. وهذا كل ما موجود بدرسنا أعزاء الطلبة اليوم. see you next time.